اسمي علي رضا طبيخ، مدرسة ثانوية المهدي شاهد. اليوم عندنا نحن مشروع عن دعسة بتنحط قدام الباب، مجرد ما انه يجي الضيف لعندك ودعس عليها، اللمبة اللي جوا بالباب بتضوي، هيك بيعرف الشخص انه في عنده ضيف. المفيد بهالشغلة انه إذا كان عندك حدا أطرش بالبيت وإجا الضيف ودق على الجرس ما حيقدر تسمع، بس إذا دعس على الدعسة حتضوي اللمبة حيقوم يفتح الباب. وفيها شغلة جديدة على الدعسة انه كل السنسرز للسكيورتي او شيء بيعتمدوا كل البروجكت للسكيورتي بيعتمدوا على سنسرز، بينما بهالدعسة الفكرة الجديدة هي انه السويتش محطوط بقلب الدعسة، مجرد ما ندعس الضيف حتصير كلوز سيركوت، حتضوي اللمبة وحيعطي البازر صوت.